نعم. عندنا خبر ثاني لينا، لجنة المفصولين تضرر 7 ملايين شخص من قرارات الفصل. نعم، طلبت اللجنة التنفيذية للمفصولين من الخدمة المدنية الحكومة برد الاعتبار للمفصولين في القطاعين العام والخاص وتعويضهم التعويض المجزي. وكشف رئيس اللجنة أحمد محمد علي أن عدد المفصولين يبلغ 600,000 مفصول وأن المتضررين من الفصل 7 ملايين شخص. وأشار في تنوير صحفي لأن قرارات الفصل كان لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية للمفصولين من الخدمة المدنية مدنيين وعسكريين، وبان انه تضرر 7 ملايين شخص من التداعيات السالبه لقرارات الفصل التي مارسها النظام السابق من اجل التمكين. والله شوف، نحن للاسف كل حكوماتنا بتمارس هذه الجريمه، جريمه الفصل من الخدمه. يعني ما الكلام ده ما جديد. يعني ارجع لتاريخ السودان بتلقى كل مرحله جات الحكومة جات فصلت ناس، لأنه مفصولين بسيط العدد 600 والمضطرين أكبر. صحيح، ما في 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 بعد ذاك المضطرين وفي المفصولين. أنت يعني دي جريمة حق والله ما تغتفر أصلا، لأنه ما في مبرر بيأدي أي حكومة تجي تستلم إنها تفصل الناس ولا يعني تقطع أرزاقهم يتضروا في معايشهم. ليه؟ ليه؟ أنت أي موظف بتاع الدولة هو موظف عام، خدته تحت الاختبار، يومك تلقاه هو معوق ولا ما متماشي مع المرحلة أو قدراته، طوالي انت عمل إجراءاتك. لكن لمجرد انه زول كان في 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 نظام سابق تجي انت تفصله لأنه ما بتوافق معاك، أنا أفتكر غلط. المسألة دي ما صحيح، لأنه بتضرر منها أي زول. الحكومات عندنا متعاقبة، يعني لو مسكتها هسه المتضررين الليلة قبل كده كانوا جماعات أضروا بآخرين. صح. وهكذا. فأنا أفتكر انه العدد الكبير ده حق الحكومة الانتقالية بغض النظر عن تشفي أو ثارات أو كده، لكن ترد لهم حقوقهم، تشوف إنه نزل المعاش يساوي له معاشه بالقدر الأفضل، اللي لسه يعني في سن ممكن ينتج ويشتغل حقه يرجعوه للخدمة ويعيدوا له كل حقوقه. دي دعوة إنه والله حقه نحن نمشي بالسيستم بتاع إنه عدم إقصاء الآخر لمجرد أنه بيختلف معاك سياسيا. مسألة دي بتضر، أنت الليلة في الحكم بكرة في المعارضة وهكذا، بالتالي أي مواطن بتضرر منها. بعدين الخدمة المدنية دي عندها سيستم وعندها نظام، عندها تقارير أداء وعندها يعني الناس لو احتكمت لها أنا أفتكر بيكون هو الأفضل، وبنجنب الناس أي ضرر بيصاب. حاجة قاسية جدا إنه زول يلقى نفسه بكرة مفصول من الخدمة، مشكلة حقيقية. يعني عنده أسرة وعنده التزامات وعنده أبناء وعنده مستقبل وعنده يعني دي مسائل أنا والله أفتكر صعبة جدا. نعم. والإنغاز مارسته. نعم. والحكومة القبلية مارسته. نعم. فأنا أفتكر إنه حقه دي الناس أيوة يعالجوها معالجة جذرية، إنه دي ما عندها علاقة بانقلاب الحكومات. نعم. أو تولي السلطة، لكن حاسب أي زول بيخطي مقصر بيخطئ يكون في قوانين، يعني بيقصر. قوانين الخدمة، الخدمة عندها قوانين. أيوة. عندها المحاسبة ولفت النظر وعندها الفصل عدد القوانين خلاص. نعم. يعني